التواصل يستمر في أشواطنا في صباح هذا اليوم وهذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء لأول أشواط الصعود، أول أشواط الصعود لأول مشاركة في هذا الاندفاع ضمن فعاليات السباق الصيفي وانطلاقاته وتحدياته. انطلق هذا الشوط الخاص بالإبكار الصعود، نسير مباشرة على المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام. سراب سعيد بن عبد الله بن يمع الشدي تتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني وهذه الدانة، الدانة تأتي في المركز الثاني، سلطان بالحدي الكتبي يتقدم على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث أشوف الانطلاقة من ملوح، ملوح في المركز الثالث، محمد بسيد بالغبشي الشريفي يتقدم مع ملوح ووصل بالرقراقي في هذه الانطلاقات والتحديات. وهذه خيار راشد بن سالم بن سعيد بن رقراقي المزروعي والمركز الخامس. اشوف هناك مشاهد العزاء احمد بن سعيد بن دري الفلاحي تتقدم في هذه اللحظات الرهاوية في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. أول أشواط الصعوبة، أول مشاركة لها، أداء جميل، انطلاقات رائعة. ونعود إلى بالرقراقي اللي تصدر قائمة الشوط، اللي تصدر قائمة الشوط مع المركز الأول خيال راشد بن سالم بالرقراقي المزروعي يتقدم مع المركز الأول، يسير مع المقدمة، بينما المركز الثاني ملوح، ملوح محمد بسيل بالغبشي الشريفي يتقدم مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات. وهذه سرابه سعيد بن عبد الله بن يمع الشدي على المركز الثالث، وبن دري الجري من الجانب الاخر، احمد بن سعيد بن دري الفلاحي. شوف اللي وصلت، شوف اللي وصلت، عيلان بن حميد بنواس تحركت، صدرت الاوامر، اصدر الاوامر، راح المتمرد، راح حينما حس بالخطوره من عيلان بنواس، من بنواس في هذه اللحظات. شواهين يا سلام، العوير ولا المرموم، المرموم ولا العوير، السلامات للعوير ولا للمرموم في هذه اللحظات. شواهين حميد بن محمد الزرعي حميد بن محمد الزرعي يتقدم بالمركز الاول في هذه اللحظات. تهانينا وسلام للسلطنه، سلام مع الزرعي بالمركز الاول. المركز الثاني خيال لراشد بن سالم بالقراقي المزروعي، والمركز الثالث 751 اللي وصلت كيف لسالم سعيد بن عامر او هناك. عموما على كل حال نعود الى التوقيت الزمني في هذا الشوط. شواهين في الامتار الاخيره، حميد بن محمد بن سالم الزرعي تهانينا له على هذا الفوز. التوقيت الزمني 3 دقائق و3 ثواني، تهانينا على هذا الفوز والانطلاق.